فرحانين بهذا الابداع اللي بنسميه ابداع رياضي. الرياضه المصريه مش كوره وبس، يعني دايما ما نختصرش كوره ليها مجالس اداراتها للانديه والاتحاد بيدير كوره واحده اقتصاديه كبيره، متوسط سعر اللاعب كتير في الكوره، انما اللاعبين احنا بنتكفلهم بندعمهم. في عندنا مشروع قومي، معانا المؤسسه العسكريه بتنتج معانا، عندنا تخطيط 2024 و2028 ان شاء الله لابطال مصر في الالعاب الفرديه. اكيد الاهتمام متوازن، مش راح في حته واحده، طالما في تخطيط ودعم دايم من القياده السياسيه ورئيس الحكومه وانا موجود اهو يعني عضو حكومه مصريه، فداعمين لشباب مصر وشباب المبدع زي ما شفنا في وجود رئيس الجمهوريه والشباب المبدع في مجال عمله في علوم الاتصال والذكاء الصناعي. الرياضه كمان فيها ابداع كبير جدا، واحنا وراء ابداع الشباب في كل مجال بما فيها القطاع الرياضي. يعني دورنا مع الاتحادات الرياضيه ان هي تكمل، والاتحادات الرياضيه بندعمها ومشروعاتنا موجوده، وكمان مهتمين جدا برعايه اللاعبين واللاعب، كل لاعب ليه فايل ومتابعينه في دراسه، في نواحي صحيه، في نواحي نفسيه، في التدريب، في اللعب. هي دي اعداد البطل. يعني دي المحطه الاولى من للاعداد لاولمبياد باريس 2024. احنا راضيين جدا على النتائج دي، وان شاء الله احنا عارفين ان احنا بقينا واقفين على ارض ثابته، ونقدر نقول بالاعداد اللي كان موجود ده يدل على حاجه واحده، ان النتائج اللي اتعملت والمستوى بتاع الرياضيين بتاعنا مستوى ثابت وما اتعملش بعشوائيه وما كانش بالصدفه. فاحنا نقدر قاعدين في الملاعب ونقول ان اللاعب بتاعنا ده فلاني هيكسب، الفريق ده بتاعنا هيكسب، لان احنا عارفين احنا فين واقفين فين والناس والمنافسين فين. شعور جميل جدا، ويا رب ان شاء الله نقدم اكتر من كده ان شاء الله، وكبطوله كويسه وجيده الحمد لله. اكيد طبعا هي بروفا للبطولات الكبيره اللي ان شاء الله تنتظرنا باذن الله، ومداد كتير اللي ان شاء الله جايه ان شاء الله. حاجه بصراحه جميله ما تتوصفش جدا، كلنا في غايه السعاده والجمال، مبسوطين جدا، وكان نفسنا نحقق نتيجه افضل وافضل، بس الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله اللي جاي افضل بكتير، ويبقى فيه انجازات افضل واكبر، وان شاء الله كل اللي جاي خير ان شاء الله. بجد احلى حاجه استقبال جميل جدا، ووزير الشباب والرياضه والقوات المسلحه، واحلى شعب بجد، ناس جميله، واحلى حاجه بجد، شكرا جدا.